السلام عليكم. يبا تبي شيء قبل ما اروح الاستراحه؟ وش تبي؟ فكري، خلوني ما بيكم ما بشوفكم، فكوني، اذرف عن وجهي، اذرف 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 اذرف. ابشر يبا ابشر. واه يلا كالعاده مهزوم في اي شيء يا رجال. العب بس، شفت دي كيف البنط. اقول يا عيال ما حد يعرف نفسيات كبار السن. عندي يا ابويا، انا اعرف حركاتهم، تصرفاتهم، نفسياتهم، كل شيء. اجل تكفى الحقني يا شكش. اكيد ابوك مقفل معاه صح؟ اي صح، حتى لو قعد دقيقه مع زياده جلدني. زوجوه، ابوك عنده جفاف عاطفي. مهبول انت مهبول، تبيني هبل بزياده؟ اسمع يا عامر، عندي خطه اسمها الهجمه المرتده، مضمونه ومجربه. تستهبل انت، ابوي ما ينفع معه الا الخطه الدفاعيه. يا ابن الحلال، نروح ناخذ بطاطس، نروح للبر، نحفر حفر، نحط البطاطس وسط الحفر وندفنها، نقول ما اذا ابوك مشينا ندور فقع. اول ما يجي ابوك قد يحفر ويشوف البطاطس يحس بفقع، بيستانس وينبسط وتتغير نفسيته. كفو يا ياسر، وانا بروح سوق الحمام اخذ لي كم ارنب وننطلها بالبر ونصيد ونفلها معه. يا ابوي اهدالك، يمكن يعرف انك تكذب ويجي له اكتئاب وينهار، ويصير بدل ما تكحلها تعميها. والحل قبل ما توديه اي مكان اسال طبيب نفسي. علاج الرحيل. فال الله ولا فالك. اي رحيل يا دكتور؟ تبي تموت ابوي؟ يا حبيبي مش قصدي الرحيل اللي جه في دماغك، انا قصدي الرحيل ان احنا نوديه للمكان، للزمان اللي هو عايزه. المكان سهل، بس الزمان وشلون اخذه؟ شوف لك مزرعه، قطع اثريه هترجعه للزمان اللي هو عايزه. طيب يا دكتور، نفسيته بتضبط اذا اخذته هناك؟ اوف كورس هيظبط. اذا النتيجه مضمونه، المكان موجود، ازهلها. على حسب مصادرنا وتتبعنا للموميا موجودة في المزرعة هذه، يعني تبعد عنها 30 كيلو بس. الظاهر صاحبها مو بعرف قدرها، أو إنه جتها بالغلط. لازم نحصل عليها بأي ثمن كان. على العموم إحنا جاهزين للهجوم وننتظر إشارتك. أهم شيء طريقة النقل، لازم توصلني سليمة. ما عليك، إحنا مستعدين بالكامل. ها يبا، وش رايك بالمزرعة؟ يا زين المزرعة، يا عين كأنها توسع الصدر. هذه المزرعة حقت أبو واحد من أخوياي، أبد فلها واستانس وانبسط. الله يعطيك العافية وأنا أبوك. إيه هذا الشغل الزين. ما بعد شفت شي يبا، المفاجآت قدام، أهم شي راحتك الغالي. ابعدي يا ولدي، بيض الله وجهك. يلا مشينا. سم